كتير قوي في الربا، في قوات كتير قوي. الناس بتتصور انه بدايه الازمه، مرات يتصوروا ان بدايه الازمه هي يوم تدخل حزب الله. صحيح. آمن طوال عمره بأن ثمة خيطاً رفيعاً يفصل بين الصحافة والسياسة، لم يتخلى عن مكانه في مراقبة السياسيين والاقتراب منهم، وأهلته خبرته الطويلة في العمل الصحفي ومعاصرته لملكين وسبعة رؤساء للجمهورية أن يكون شيخ الصحافة وأن يستحق بجدارة لقب الأستاذ. ولد محمد حسنين هيكل في سبتمبر 1923، وبدأ عمله الصحفي عام 1942. ترأس مجلس إدارة جريدة الأهرام ورئاسة تحريرها، وألف عدداً من الكتب والمراجع ضم بعضها شهادات تاريخية، واحتوى البعض الآخر على رؤى سياسية، وأثر بشكل كبير في بلاط صاحبة الجلالة. ارتبط هيكل بعلاقات صداقة مع رؤساء مصر منذ ثورة يوليو 52 وحتى الآن، أرخها كلها في يومياته التي كان يدونها بشكل منتظم، بالإضافة إلى تأريخ من نوع آخر تمثل في مئات الآلاف من الوثائق والمستندات التي كان هيكل يطلع عليها بحكم اقترابه من السلطة منذ خمسينيات القرن الماضي وما قبلها، ما أهله ليصبح محللاً سياسياً من طراز رفيع. أكثر من 70 عاما قضاها هيكل صحفيا يطارد الأخبار ويعد التحقيقات ويكتب المقالات. اقترب من السلطة حتى بات مستشارا لها، فصاغ جميع خطابات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بما فيها خطاب التنحي، وتفرغ عقب رحيله للأهرام قبل أن يواصل العمل مع الرئيس الجديد أنور السادات، فحرر له خطاباته وكتب بنفسه التوجيه العسكري لحرب أكتوبر، إلا أن خلافاً بسبب معاهدة كام ديفيد زج به في السجن ضمن حملة اعتقالات 81 الشهيرة. وخلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أرسل الكاتب والصحفي الأشهر محمد حسنين هيكل رسالة لمجلس نقابة الصحفيين ينتقد فيها القانون، وقال أن السلطة التي لم تكن تجاوزت عامها الخامس آنذاك شيخت فوق مقاعدها. أكثر من 90 عاماً قضاها الأستاذ بين بلاط صاحبة الجلالة، عشق تراب الوطن وقدم النصيحة بجد وإخلاص، وحجز لنفسه موقعاً فريداً في التاريخ المصري. أهلا وسهلا بحضراتكم. بالتأكيد هناك تساؤلات عديدة تحيط بالبيان أو الكلمة التي سيلقيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا أمام مجلس النواب. البعض بيتساءل هل ستحمل هذه الكلمة أو هذا البيان ما عبر عنه الكثيرون من غياب ما يسمى بالرؤية للتحرك الحالي في مصر؟ ما هي القضايا التي سيتحدث فيها الرئيس ويركز عليها بشكل كبير في هذا البيان؟ بالتأكيد هناك قضايا داخلية وقضايا خارجية، هناك تساؤلات عديدة تحيط بهذا البيان هطرحها على ضيفنا العزيز النهاردة دكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي للدراسات السياسية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أهلا وسهلا. قبل بس ما أبدأ في التساؤلات المتعلقة ببيان الرئيس، احنا كنا بنذيع تقرير عن أستاذنا الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، كيف ترى هيكل والعلامة التي يعني لم يكن إعلاميا أو صحفيا ولكن وصف بأنه مفكر من المفكرين الرئيسيين على الساحة العربية والمصرية بالتأكيد؟ لا، هو كون أنه مفكر ده حقيقي، لكن أيضا كان أو لعب دور سياسي مباشر في عملية صنع القرار في مصر. ظل يعتبر أحد المصريين القلائل اللي هم كلمة مسموعة في المجال الدولي. أستطيع أن أقول أيضا هو نقل جزء كبير من علم الاستراتيجية المرتبط بمنتصف القرن العشرين بما فيه كل اللي جه بعد الحرب العالمية الثانية إلى الأدب العربي العام، يعني كل الكلام عن توازنات القوى، عن مش عارف كل الألفاظ المرتبطة بصنع القرار، بإدارة الأزمات، الكلام ده جه كتير منه. ولم يكن صدفة أنه هو العمل مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية اللي احنا
وجيلي كله تعلم فيه. فطبعا هو بقول جدا هو لعب ثلاث ادوار، كمفكر، كراجل استراتيجي في عمليه صنع القرار، ومؤخرا كاعلامي. يعني هو في الاخر ابتدى يطلع في التلفزيون ويجاوب على اسئله وبيخاطب الراي العام بشكل معين. فهو طبعا شخصيه كلنا تعلمنا منها وكلنا قدرناها باشكال كبيره من التقدير. يعني في حديث الاستاذ هيكل الاخير مع زميله لميس الحديد، وليس بعيدا عن الموضوع اللي احنا بنطرحه النهارده، بدا الاستاذ هيكل في مجمل حديث متشائما يعبر عن أن المسار الحالي تحيط به العديد من التساؤلات الصعبة، يعبر عما يثيره البعض من مسألة غياب الرؤية. هل يمكن أن يكون بيان الرئيس غدا أمام مجلس النواب يعبر بشكل ما عن هذه الرؤية الغائبة؟ هل في رؤية غائبة ولا لا الأول عشان نبقى يعني في هيلموت شميت مرة قال الناس عمالين يتكلموا كتير على الرؤية، فاللي عايز رؤية يروح للدكتور عيون. يعني القضية، لا أنا أعتقد إحنا نتكلم عن وظيفة افتتاح دورة برلمانية جديدة وفي أول برلمان بعد ثورة يونيو، وأول برلمان لا يوجد فيه حزب للرئيس، وأول برلمان في نسبة كبيرة معقولة كمان من السيدات وأيضا من الأقباط ومن فئات الشعب المختلفة وأيضا أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى آخره. يعني معبر عن تنوع موجود داخل مصر لسه بيشكل بداية قشرة طبقة سياسية جديدة ما احناش عارفينها. فالرئيس عندما يتحدث قدامها بيكون دي بداية لشيء ما، يعني يماثل إذا خدنا الأمثلة العالمية خطاب الاتحاد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الخطاب اللي بيلقيه كل رئيس وزراء في بريطانيا أو مستشار في ألمانيا قدام البرلمان. فإحنا عندنا خطاب عليه أنه هو دايما يجاوب على أسئلة في كل الخطب بتاعة الناس دي، أسئلة معينة، ما هي حالة الدولة؟ واحد، وبعدين ايه اللي خلى حالة الدولة كما هي، وبعدين ازاي احنا محتاجين نغير ايه في حالة الدولة، ايه الاهداف بتاعتنا، ايه الاولويات اللي فيها، ايه الموارد اللي لازم نعبئها. مع درجة كبيرة من ودي موجودة عند الرئيس السيسي، بانت قوي في المداخلة اللي عملها مع الاستاذ عمرو اديب، انه بيتكلم بصراحة. يعني بمعنى انه في الوقت اللي احنا عمالين نناقش فيه مشاكل الاطباء والامناء الشرطه والشاب الايطالي ومش عارف قطر بني سويف، كلها حاجات مهمه مفعمه، في ناس اتجرحت وفي ناس فيها مشاكل حقيقيه، لكن الخط الاستراتيجي بتاع الدوله لازم يكون واضح طول الوقت. والخطاب دي رؤية يعني بمفهوم ناس كثيرة جدا. إذا ما أجاب الرئيس في بيانه على هذه التساؤلات اللي حضرتك طرحتها، إذا هي رؤية لمساره لكيف يفكر لكيف أنا يتحرك. عندي مشكلة مع كلمة رؤية مش كلام بس هيلموت شميت، إنه لو أنت قلت للناس طب إيه الرؤية بتاعتكم أنتوا اللي بيقولوا كده، يعني هلاقي كلام غائم. يعني أنا أخاف، أنا الرئيس رجل عسكري من الأساس، وبالتالي هو يعرف ما معنى الاستراتيجية ومعنى التكتيك ومعنى أولويات الأهداف، كل الكلام اللي أنا قلته ده جزء من الفن العسكري. بنتكلم على مشير وعلى يعني قائد سابق لمناطق عسكرية كاملة، رئيس المخابرات الحربية إلى آخره. فهنا بنتكلم على إزاي يقابل الواقع الحالي في مصر بان احنا بنهاجم هذا الواقع، لانه هو نفسه قال يعني ما فيك حته يا مصر وسكت، يعني قال انا مش عايز اتكلم عشان ما ازعلش الناس، فمعناها فيها كلمه موجعه انه الحاله مش مظبوطه. فالمساله بقى هنا هو كقائد للسلطه التنفيذيه في البلاد قدام السلطه التشريعيه، ايه اللي هو محتاجه من قوانين علشان تنجز، ايه اللي هو محتاجه انه اصلاحات لابد ان البرلمان يبقى يتحمل المسؤوليه فيها معاه والى اخره. فهي دي اللي انا شايفه. انا افضل كلمه استراتيجيه، لان الاستراتيجيه فيها استراتيجيه عليا وفي استراتيجيه يعني فكره الاهداف الكبيره موجوده ايضا.
انما ما فيهاش الغيوم اللي ممكن انها تصاحب فكره الرؤيه. طيب هناك تساؤلات عديده تحيط بالوضع الاقتصادي، وهناك مخاوف من هذا الوضع، وهناك ايضا ملاحظات عامه على ان الاداء العام الخاص بالسياسه الاقتصاديه غير واضح وغير جيد من وجهه نظر قطاعات عديده. هل سيكون الملف الاقتصادي واضحا جليا في خطاب الرئيس في بيانه امام البرلمان؟ يعني بالضروره، يعني الـ 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 ان الاوضاع الاقتصاديه في البلد جزء اساسي من اي خطاب سياسي بيقوله رئيس الدوله. انما انا مش راجل اقتصادي، يعني يجب ان انا اكون صريح هنا وواضح، انما اعرف البديهيات الاقتصاديه. يعني انا لا اتخيل شخصيا ان احنا كمصر نرجع تاني يبقى عندنا سعرين او ثلاثه للعمله. يعني الوضع الحالي للحديث عن الدولار والكلام ده احنا نسيناه من اول سنه 91 لما بدانا نعمل اللي تسمى بالتكيف الهيكلي اللي ازاح سبع اسعار للعمله كانت موجوده قبلها. البديهيات الاقتصاديه بتقول لي انا لما يكون عندي مصانع كتيره مقفوله لازم افكر كويس، بالذات النقطه اللي اشرت اليها الخاصه بالدواء. هنا يمكن الدواء لانه الاحتياج مباشر للمرضى، انما عندنا ناس فرص عمل ضايعه، عندنا عمليه الفلسفه اللي قايمه عليها التنميه حاليا في مصر هي اللي هو بيسموها ستيمولس باكج، انك تعملي دفقه كبيره جدا في الاقتصاد عن طريق مشروعات كتيره، عن طريق مشروعات عملاقه، فيبتدي زي اللي بتجيب صدمات كهربائيه، دفعه قويه جدا عشان يتحرك. انما انا ده يعني ممكن نتكلم في تفاصيله، انما اتفهمه تماما، انما الذي لا اتفهمه بعد يعني سنتين، دلوقتي بنتكلم داخلين على سنتين من ثورة يونيو، انه ازاي ما حصلش لغاية دلوقتي ان المصانع اللي هي وقفت بعد يناير ما بتشتغلش. فهنا دي بعتبرها بديهيات اقتصادية، انما في جزء تاني انه لا يمكن ان احنا نقبل كمصريين ان احنا نبقى في المكانة 113 بالنسبة ل doing business او المؤشر الاداء في العالم، بينما احنا كنا وصلنا ل 91، يعني في جزء كبير من التراجع. ودي الحاجه اللي في ايد الدوله، يعني بمعنى ايه؟ ان الدوله عشان تجيب دولار لازم تقول احنا بنصرف قد ايه دولار وكلام زي كده، فيها مشكله. فيها علشان الدوله تخلي مصانع تشتغل معناها انها محتاجه قطع غيار وحاجات زي كده. انما الحاجات اللي هي محتاجه قرارات سياديه لا علاقة بدخول السوق ولا علاقة بخروج من السوق، لا علاقة بعملية التبادل ولا علاقة بالبنك المركزي وغيره، ده تنظيم دولة وهو قرار سياسي في الأساس، رغم أنه بيتكلم عن الاقتصاد إنما هو قرار سياسي في الأساس، لأنه بيجي من حيث توجد السيادة اللي هي موجودة عند الجهاز التنفيذي للدولة وبيعرضها على البرلمان. فأنا مع أن احنا نبتدي بالبديهيات الاقتصادية، يعني الموضوعات اللي يبقى لابد من دعم المنافسه مثلا، انه بنتكلم على عرض وطلب، بنتكلم على يستحيل يبقى بديهيه انه في بلد عايزه تبتدي من اي ناحيه في اي موضوع بينما عندها اكتر من سعر للعمله، ده من الخطايا الكبرى في اي اقتصاد. هي المساله من وجهه نظر البعض ان هناك صعوبات اقتصاديه يتحدث عنها الجميع، لكن لا أحد يتحدث، وأنا هنا أتحدث عن الدولة ومؤسسات الدولة والجهاز التنفيذي في الدولة، لا أحد يتحدث عن فكرة خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري. وهذا الأمر من الناس منتظرة أن يكون، يمكن أن يكون هناك أوضاع صعبة يا دكتور عبد المنعم، لكن فكرة أن حد يقول هنمشي في طريق شكله إيه، هنتعب قد إيه، هيتم تنازلات قد إيه بشكل واضح وصريح، هذا لا يقال ل المصريين. هو في الحقيقة كان في خريطة طريق يعني اتعملت وعملت وزارة التخطيط وبمشاركة كثير من الخبراء في مصر،
حوالين مصر سنه بيسموها 20-30 ودي خلصت. يعني انا شخصيا ما فهمتش يعني دعونا لحضور يعني مناسبه اطلاق هذا المشروع اللي هي بيقول احنا هنعمل ايه من النهارده لغايه سنه 2030، ايه نوعيه المشروعات اللي هنعملها، ايه الخطه بتاعتنا. انا كنت متصور ان من الممكن انه الخطوط العريضه، يعني مش عايز الرئيس يخش في او يعني ما اتمناش انه الخطوط العريضه السياسات العامه، السياسات العامه زي ما قلنا الاهداف ازاي نوصل هناك، لكن في جهد اتعمل، ما اعرفش هل الجهد ده وفق عليه ولا لا، بس ما هو برضه لازم الرئيس يعني يبص عليه. انما في يعني انا برد على النقطه الخاصه، ما حدش قال لنا لا، في جهد اتعمل في هذا الاتجاه، وربما من الممكن ان هو يلم ما يبدو غامضا. يعني هقول المساله بصراحه اكتر يا دكتور، يعني لما يكون لسه الناس بتعاني من ارتفاع الاسعار، لما يكون الناس مشكله البطاله ما تحركناش فيها كما يجب او بالاصلاح اللي يجب، لما يكون هناك خطوات تم اتخاذها في موضوع الدعم ثم الرجوع عنها أو عدم الرجوع عنها، مش واضح المسألة كانت ليه، دون أن يكون هناك خطاب واضح. يعني بصراحة شديدة حينما تأزمت الأوضاع في تونس بسبب الأوضاع الاقتصادية، كان في ناس في مصر حاطة قلبها على ليه؟ أن يكون الاقتصاد هو محرك لاحتجاجات شعبية هذه المرة. يعني يبدو لي، أبتدي من الآخر، يعني أن الاحتجاجات الشعبية موجودة بشكل فئوي، يعني موجودة بالفعل بشكل فئوي، لكن لغاية دلوقتي ما فيهاش دوافع اقتصادية، هي فيها دوافع مرتبطة بأحداث معينة، مرتبطة في بعضها بسلوكيات خاصة بأفراد من وزارة الداخلية، مرتبطة أحيانا بجماعات فئوية خاصة بتطالب بزيادة أجور هنا أو هناك، إنها ما نقدرش نقول إن لدينا ظاهرة اقتصادية فيها نوع من الجوع او فيها نوع من ان الناس مش لاقيه مخرج من اللي حاصل فتضطر انها تريد تغييرا كبيرا، بسبب بسيط جدا انه الثمن اللي مصر دفعته خلال السنوات الماضيه جعل المواطن المصري محافظا وحريصا، ويعرف ان هذا الطريق في الآخر يعني ممكن يتقال فيه كلام كتير ويتقال فيه أصوات وتحرك فيه أصوات عالية، إنما ينتهي الأمر إلى إنه الوضع إن الناس تبقى في وضع أسوأ. ففي حرص شوية في يعني العمل الاقتصادي في تحليل حضرتك غير مقلق بالنسبة لحضرتك؟ لا مقلق طبعا، لأنه أنا ليست هذه مصر التي أريدها. يعني أنا مصر التي أريدها دولة بتنمو ب10% لأنها تستطيع، مش بقول إن ده خيال. مصر عندها موارد كثيرة، مصر عندها إمكانيات، عندها البشر، عندها التجربة العالمية اللي سبقتنا وبتعمل مضاعفة للدخل القومي في فيتنام بمقدار كل 3 سنين، اللي عملته كولومبيا، اللي اتعملته دول كتير، مش هتكلم على ألمانيا ولا بتكلم على دول على السويد، يعني انا بتكلم على دول كانت يقولك دايما كوريا الجنوبية كانت زينا سنة 60 ودلوقتي في حقيقة فين واحنا فين. لا انا هتكلم على فيتنام اللي كسرت ومات فيها اكتر من 3 مليون نسمة. فهنا القضية انه اللي اتمنى انه الاقتصاد نبتدي نرجع تاني للكتاب، كتاب الاقتصاد فيه ايه وما فيه من بديهيات، ونبتدي من هذه النقطة. أنا في تصوري أنه أي تطبيق لبديهية تعمل انطلاقة كبيرة في للمجال المصري. ليه؟ لأن احنا تحت، يعني احنا من ناحية الترتيب، من ناحية المؤشرات، من ناحية ايا كانت اللي تاخديها، يعني التنافسيه العالميه، الموارد البشريه، الاداء الاقتصادي، عشرات الحاجات كلها احنا موجودين في مكانه. يعني حينما يتحدث الرئيس في ملف العداله الاجتماعيه في تصريحاته يقول يعني بقول للناس اللي بيعانوا ان احنا لسه ما قدمنالكوش حاجه، هذا اعتراف من راس السلطه التنفيذيه ان الجهاز ما بيشتغلش كويس. هو طبعا يعني اعتقد دلوقتي بعد التجربه لسنتين الا شويه بالنسبه للرئيس انه ابتدى يحط ايده على انه هو طبعا رئيس طموح جه في اعقاب ثوره خض انا بعتبر معركه اساسيه مع الارهاب، حديثه عن تجديد الفكر الديني في قدر كبير من الشجاعه. انما الرئيس ايضا ابتدى يحط ايده على الادوات، يعني انه الاداه الدوله البيروقراطيه، المحليات، نوعيه التعليم وايه اللي بيطلعه في الاخر،
انه السياسه الدوليه ايضا والاقليميه معقده باكثر مما اي حد يكون في البدايه. فهو هنا يعني الرئيس بيبتدي يواجه هذه الاوضاع، كل هذه الاوضاع لها حلول، يعني ما هياش يعني سبقتنا اليها دول اخرى وعاشت فيها وتعاملت معها. هي القضيه تبتدئ من اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الاستراتيجيه. الاستراتيجيه وازاي نقدر نحدد اولويات. والله احنا النهارده وده موجود على فكره في موضوع 2030 نتكلم على قائمه كبيره من المشروعات والمخططات. انا يا لا ارى ان احنا بنقول والله هنطور النهارده منطقه هضبه الاهرام، النهارده هنطور مش عارف منطقه وسط البلد، او في مشاريع كتيره، لكن ايه الرابط الكلي اللي احنا عايزين نعمله بين الحاجات دي كلها، وازاي نبلوره في الاخر في هدف محدد. وفي بعض الحاجات هنقول مش هنقدر نعملها دلوقتي. يعني الاولويات المساله الاولويات اللي هي تقدر تاخد البلد وتجعل وهي زي ما قلت الجزء فيها في السوفت وير او في البرنامج بتاع الدوله اللي هو في عمليه تحرير الاقتصاد بتاع البلد اساسا، وايضا تحرير النقاش العام حول قضايا كبرى تتعلق سواء بالسياسه الخارجيه او تتعلق بالوضع السياسي الداخلي. يعني لا يمكن ان احنا كل شويه يبقى في حاجه لحقوق الانسان على قانون التظاهر وفي الحاجات دي كلها عماله تطلع كده وبعدين ما نعرفش هننتهي لايه. كنت ده اللي اساله على حضرتك، اسال حضرتك عليه فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات. بالتاكيد هذا الخطاب يعني يتوقع البعض أن يكون متضمنا إجابات على هذا الملف، اللي هو الحقيقة مش مسألة أنه مطروح في الخارج، لأن أنا عارف أن حضرتك تعرف أكتر مننا كلنا في مسألة الخارج وكيف يتابع هذا الملف، لكن كمان مطروح في الداخل وبقوة، ويسبب في كثير من الأحيان ما يشبه العزلة بين قطاعات معينة وبين الرئيس. كيف سيجيب الرئيس على ملف الحقوق والحريات؟ يعني أنا ما أعرفش هو كيف سيجيب عليه، لكن هو الرئيس له إجابات. يعني في كثير من الحالات الفرديه اللي زاعت قوي بشكل فائع كان الرئيس بيدي بشانها بتصريح بالعاده بيكون الى جانب حقوق الانسان، وحتى في بعض الاحيان كان صريح لما قال ان عندنا اشكاليه الامن وحقوق الانسان، ودي اشكاليه يعني موجوده في العالم كله. لكن انا رايي انه انا ما بحبش ان احنا نفصل المسائل، يعني مسائل السمعه الدوليه لمصر مساله رئيسيه، اللي عايز سياحه السمعة الدولية مهمة، اللي عايز اقتصاد استثمار أجنبي محتاجة السمعة الدولية، اللي عايز يشاركنا في الحرب ضد الإرهاب في موضوع السمعة الدولية. فبالتالي لازم ناخد هذا الكلام بجدية. أنا عارف إنه في قدر كبير من الابتزاز، يعني أنا عارف الساحة الأمريكية كويس وفي معركة، واتبانت قوي إنه في زيارة الوزير سامح شكري الأخيرة اللي عملها الواشنطن، في الحقيقة كان بيتكلم معاهم على بديهيات، ولما ابتدى يعرض على بعض الوقائع والمعلومات وإلى غيره في حديثه مع مجلة فورين بوليسي، الحقيقة بدأ كده كما لو كانت مجلة فورين بوليسي بتلاقي إن الموضوع فيه اختراع جديد بيقوله الـ 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 الوزير. حاجات خاصة بعدد المعتقلين، عدد المعذبين، عدد الصحفيين. فمثلا في افتراءات كثيره، لانه مثلا ما هو تعريف الصحفي؟ الصحفي في امريكا هو كل واحد عنده صفحه على الفيسبوك. لا، ما هو ده مش صحفي ولا مدون ولا اي حاجه من الاسامي دي. فاللي بيحصل ايه؟ ان هو يقول لك ده عدد الصحفيين المعتقلين مش عارف 100 او 48، لان مفهومهم هو يقول لك ان احنا عندنا 41 الف معتقل سياسي، بينما ما عندناش سجون تاخد العدد ده اصلا يعني. فاللي هنا يعني امور يعني تأخرنا كثيرا في الرد عليها، وبعضها حقيقي لأنها جاية من المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي أنا شخصيا بعتبر أنه هو من الناس المحترمين اللي هم متبنيين هذه القضية وبيدرسوها كويس. فهنا عايز أقول أن احنا الأمر دوت لا يمكن أنه هو يترك كده، لأنه فعلا بيدفعنا ثمن غالي، بيزود البريميوم اللي علينا ندفعه تأمين في كل قرار سياسي أو تعاون سياسي احنا عايزين نعمله.
اصل انا بسال السؤال ده ليه يا دكتور؟ لان حضرتك عارف ان بيبقى في اشارات يلتقطها البعض، يعني اذا ما بدا الرئيس مناصرا وبقوه للحقوق والحريات ربما تجد في داخل هذا البرلمان جبهات قويه تدافع وبقوه مثلا على تعديلات قانون التظاهر، زي ما كانت في اشاره خاصه من الرئيس ربما فهمها البعض او لم يفهمها فيما يتعلق بتصريحه الخاص بقانون الخدمه المدنيه، يعني الاشارات يلتقطها البعض وربما تؤثر على يعني انا هقول لك موقفي من الموضوع دوت. انا مع أنا كل التحفظات اللي عاملها المجلس القومي لحقوق الانسان، انما في نفس الوقت انا مش عايز يبقى ايه تعديلات او قانون التظاهر معناها ان احنا نفتح الباب لانه كل واحد، لانه في ابتدت موضوع المظاهرات ده يتحول الى نوع من الكارير، نوع من المهنه، نوع من المتعة اللي موجودة. أنا أفهم جدا مطالب بعض الناس بتعديلات في هذا القانون لو أنه يبقى فيه قرار سياسي من قوى سياسية متعددة أنه البلد ما يبقاش فيها مظاهرات لعدد سنتين مثلا أو ثلاثة، بحيث أنه لأنه معنى المظاهرات معناها إيه؟ ان يبقى عندنا عدم استقرار، ان معناها ان يبقى في مواجهات مع الشرطه، معناها انه في الاخر هيبتدي يستخدم الموضوع دوت. في الحقيقه في ناس موجوده داخل مصر شغلتها الاساسيه ازاي تصدر كل مشكله، فتلاقيها بشكل يعني شبه متعمد في الصحافه الاجنبيه الكبرى لا يوجد عننا الا اخبار سيئه، يعني من اول السجاده اللي مش عارف ايه للستاره اللي هي جرى فيها ايه الى اخره، الحاجات دي اشمعنى دي بالذات يعني، بينما تجدي الريبورتنج او نقل الاخبار عن احنا عملنا بعض حاجات، ما حدش بيتكلم على موضوع اللي حصل في موضوع العيش، اللي حصل في موضوع الكهرباء، دي بالنسبه للمصريين دي انجازات بالغه الحيويه. صحيح. أيا كان حتى فيما يتعلق مسألة السجادة هم لم يلتفتوا إلى ما هو أهم في يوم السجادة ده، لأن كلنا كنا موجودين، كان في مشروع ضخم يتعلق به الإسكان الاجتماعي، دول كتيرة جدا حتى بشهادات من البنك الدولي لم تجرؤ على القيام بهذا المشروع، يعني كان في ما هو إيجابي يعني. ما هو هنا بقى جزء منه مصري على فكرة، يعني هنا نتيجة بعض الناس محترفة هذه الأخبار فبتلاقيها طالعة في منافذ معينة ويبتدي الموضوع يكبر لدرجة ان CNN تجيبه مثلا. فيعني في تقدير ايه بغض النظر عن ده اللي بيحصل، انما عايز اقول لازم قوي نبقى فاهمين انه ايضا في واجب في موضوع التظاهر على القوى السياسية المختلفة، انه لا يساء استخدام هذا الحق ولا يساء استخدام هذا القانون، والا يبقى عندنا تفريط معين في مستقبل ومصير هذا البلد. لكن حضرتك بتؤكد في نفس الوقت على الاهتمام البالغ بمسألة ملف الحقوق والحريات، لان الموضوع ليس من باب الرفاهية. لا مش رفاهية خالص، زي ما قلت ان هو مرتبط بكل الحزمة من الموضوعات اللي احنا بنتكلم عليها سواء في السياسة الداخلية او السياسة الخارجية او الاقتصادية. مش عارفة، قريت خبر يمكن النهاردة في المصري اليوم يتعلق بان الولايات المتحدة تنازلت عن الشرط الخاص بملف حقوق الانسان في المساعدات الاخيرة، يعني ربما يكون انا قريت هذا الخبر ايضا. وانا متفاهم الامريكان او الاداره الامريكيه عملته ليه، انما هي عامله زي ما تكون حاجه بتسمم البئر وبعد كده تحط علامه يعني تقول لك ما تشربش. طب ما هو يعني الناس تعمل ايه بالظبط يعني؟ فهم موضوع حقوق الانسان كبروه وجعلوه هو في الحقيقه تقرير هيومن رايتس ووتش عن مصر، اللي هو انا رايي انه تقرير متحيز وانه غير دقيق وانه لا يعبر عن الحقيقه، لكن يعني العيب مش عليهم، الحقيقه احنا ما قلناهاش، مفيش حد قال والله عدد المسجونين عندنا كذا، صحيح. مصنفين رجال ونساء كذا، التهم الموجهه اليهم كذا، الوقائع اللي جرت والحديث عنها سواء تعذيب او قتل او كده جرى في ايه الى اخره، يعني الوضوح والمعلومات هي التي تستطيع ان هي ترد على معلومات مقابله. من الملفات الرئيسيه التي يمكن، يعني احنا بنحاول نشوف ما الذي يمكن ان يتضمنه خطاب الرئيس او بيان الرئيس امام مجلس النواب، هو الملف الخارجي. والحقيقه في الملف الخارجي عدد كبير جدا حتى من يعارضون السياسة الداخلية بيروا أن الإنجاز الحقيقي للرئيس خلال هذه الفترة كان مسألة الملف الخارجي، لكن هناك تساؤلات كبيرة جدا تحيط بإثيوبيا
بموضوع سد النهضة. والحقيقة ان الموضوع ده من الملفات اللي احنا بنتابعها كتير في كلام تاني، لكن ما فيش اي كلام حقيقي يتقال على موقفنا. يعني حتى حينما الرئيس اراد ان يطمئن المصريين قال لهم اطمنوا، ايوة اللي هو ايه اطمنوا. هل يمكن ان يتضمن بيان الرئيس امام مجلس النواب معلومات اكثر وضوحا يتحدث بها الرئيس عن وضعنا مع اثيوبيا؟ انا تصوري يعني او قراءتي ان احنا قررنا ان احنا خدنا قرار انه نمد الحبل على الاخر لاثيوبيا، يعني بمعنى انه ما نخلقش حالة مواجهة او ازمة في الموضوع، لانه في جزء حصل الادارة الحالية لمصر الرئيس السيسي وما حدث بعد 2000 كان الدامج حصل في الثلاث سنين اللي قبلها، تدمير حصل، اللي هو انه اثيوبيا شافت مصر ضعيفة فقررت انها تعمل سد ما كانتش عارفة تعمله. فما حدث من واقع في الساحة الداخلية خلى في يعني مطامح تتطبق يعني. ففي نظرية مصرية كانت موجودة برضو قبل كده، لكن كان فيها جزء مختلط بجزء فيه انه يجب ان يعرف الجميع انه كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع ملفات مصرية من مثل هذا النوع. هذا النوع من الخطاب سواء يعني كان موجود وافريقيا تم مع بعدنا عن أفريقيا، فسمعتنا احتاجت وقت. عشان كده أول زيارة عملها الرئيس السيسي بره كانت عشان يحضر القمة الأفريقية، لو نذكر اللي عمل فيها بيان المبادئ مع رئيس وزراء أثيوبي. فتقديري أنه دي الاستراتيجية بتاعتنا لغاية دلوقتي، أن احنا بنخليك مع الكذاب لغاية باب الدار، خاصة أنك أنت ما بالفعل الجولة الافتتاحية هو هنا مش كذاب قد ما هو مستعفي، يعني خليك مع المستعفي ده لغايه ما هو مش مستعفي قوي يعني. اثيوبيا تصريحاتهم افقر بلاد العالم تحمل تجاوزا من الناحيه السياسيه يعني. ما هو يعني الدول اللي هي من بلاد العالم الثالث عامه فيهم احنا بيبقى فيها خلط شويه احيانا ما بين الكرامة القومية والقدرات التي تحمي هذه الكرامة الوطنية. فهو في أثيوبيا كان في جزء، وده يجب نقول ان احنا نتحمل جزء من المسؤولية عنه، انه في نوع من التعالي المصري، انه المصريين بعدوا عن افريقيا السنوات الماضية ندفع ثمن. يعني انا ادعي ان انا كنت من الناس اللي في اوقات سابقة كنت بأحذر دائما من النزعة المشرقية الكبيرة اللي موجودة في السياسة الخارجية المصرية اللي هي المشرق العربي بالذات يعني، وانه لابد من التوازن الموجود. فهو حصل ضرر، حصل دامج، حصل خبطة في الرأس يعني، وعلينا ان احنا نتعامل معها. انا في رأيي انه، بس ده رأيي شخصي خالص يعني، انه لابد ان يكون في يعني انه الثمن ليس بعيدا، يعني يبقى مفهوم كويس انه مصر مش هي في موضوع حيوي. احنا بنتكلم هنا لاول مره في موضوع وجودي existential، الامن المائي. فالكلام دلوقتي لازم نبقى جادين جدا في الحديث، العبارات اللي بتطلع مننا الى اخره. طبعا عارفين وبنقول نعترف وممكن نعتذر حتى اذا كان واجبات معينه كان المفروض نعملها تجاه افريقيا وما عملناهاش. فده الوقت اللي نقول فيه ان احنا مستعدين نعملها ومستعدين نتعاون ومستعدين الى اخره. انما بالنسبه لهذا الملف له شقين، شق ان احنا نكون جادين في التعاون مع اثيوبيا بوضوح، لانه اللي يحس ان انا بديله الحبل ده قد يقرر لاسباب داخليه عنده انه يشده من عنده ازيد من اللازم. الحاجه الثانيه ان احنا يجب ان السياسه المائيه بتاعتنا تبقى اشمل بكتير مما هي موجود. يعني احنا عندنا سياسه نهريه، سياسه نيليه. انما ان احنا نتكلم عن السياسه المائيه لمصر بما فيها، يعني احنا في دول عربيه لا يوجد فيها نهر النيل خالص. يعني عندنا كل دول الخليج عايشه على الديسيلينيشن مثلا. في مجالات كتيره بنتكلم دلوقتي عن المياه الجوفيه وفي خلافات حوالين التقديرات بتاعتها وغيره.
لكن لازم ندخل ده في السياسة والاستراتيجية المائية بتاعتنا. ايه البوتنشال، ايه المحتملات بتاعتنا، وايه ايضا اللي عندنا بالفعل غير المجرى المائي لنهر النيل. ده من ناحية تأمين اوضاعنا الداخلية، لكن فيما يتعلق بتعاملنا مع اثيوبيا، حضرتك شايف ان يعني ان احنا ننخي الحبل كده، ده مش ربما يكون فكرة التلويح باستخدام ادوات اخرى؟ لا، هو في مليون وسيله، يعني هنا دي مساله الـ 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 الوسائل وميثودولوجيز، يعني دي ما تتعملش بالـ 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 بالطريقه اللي بتقوليها دي، يعني في انما في اشارات وفي حاجات بتتعمل وذات مصداقيه بالـ بالـ بالفعل تجعل انه والله من مصلحه الجميع، خاصه انا رايي ان احنا بنتكلم على الرسمي اللي هم 55 مليون متر مكعب ميه مليار متر مكعب ماء، فاحنا بنتكلم على 55، عمليا احنا بنستخدم حوالي 80 او اكتر، يعني ال الكم ده، وكنا بنستلف طبعا تكات سلفة مائية بناخدها من السودان. فابتدى دلوقتي لازم نعرف ان احنا ايا كان، حتى لو اثيوبيا واتفقنا معاها، احنا هيبقى عندنا مشكلة مائية. احنا بنتكلم عن 90 مليون، عندنا 10 مليون بره، احنا بنتكلم على 100 مليون على طول، بعد كده هنبقى بنتكلم على 120 مليون في كل الأحوال. وعشان كده بقول لازم يكون عندنا استراتيجية مائية نهر النيل جزء منها، لأنه في الآخر لو لسينا على 55 مليار متر مكعب مياه ما يكفوناش. يعني لما رئيس قال اطمنوا، يعني البعض تساءل، يعني رئيس باني هذا الاطمئنان اللي هو أكيد داخلي عنده ما دام قال لنا اطمنوا، على اساس ايه؟ وهو عاده حتى في حواراته حتى مؤخرا يعني كان بيقول انا ما بقولكوش حاجه الا ما اكون هعملها او عارفها او عارف. فعلى ما يبدو ان هناك بدائل اخرى في ذهن الرئيس بنى على اساسها فكره الطمانينه. لا قدر من الصراحه، يعني هو يعني اللي بياخد عمليه دبلوماسيه وسياسيه، كان ممكن يقول لنا الوضع صعب وما تقبلوش في حاجات كتيره، لكن هو ما قالش كده، هو قال اطمنوا. انا هاخد الكلام ده بشكل جدي، ان احنا نطمن، وانا مطمن. انما ايضا انا بتكلم هنا عن ان احنا ازاء مأزق مائي اردنا او لم نرد، حلنا صح هذه المشكله او لم نحلها، لكن على جانب اخر انا رايي ان في مشكلة اداره هذه الجزئيه من السياسه المائيه، يعني لابد ان الاخوه في اثيوبيا، وهم اخوه افارقه واخوه معانا في وادي النيل واخوه في كل حاجه، عليهم ان يعرفوا انه في المسائل الوجوديه ده بيكون له ليس نتائج طيبة. البعض بيتساءل يا دكتور عبد المنعم، هل هناك اتساق ما بين رأس السلطة التنفيذية اللي هو الرئيس وما بين جهازه التنفيذي؟ تلاقي حضرتك ساعات بيقولوا احنا بنسمع كلام الرئيس كده بنلاقيه ماشي في سكة، وتصرفات مؤسسات بعض مؤسسات الدولة في سكة تانية. فكرة الاتساق هنا مش جاية في ذهن ناس كتير. اسمح لي أخذ الإجابة على هذا السؤال اللي عندنا، بس ناس كتير عايزة تسأل حاجة بعض التساؤلات. معنا أستاذ نادر من طنطا. مساء الخير يا أستاذ نادر. أهلا وسهلا يا فندم. أنا محب جدا والله لبرنامج حضرتك وقناة دريم. الله يعزك يا فندم، اتفضل. ربنا يكرمك. أنا كان حضرتك كان ليا منزل السيد رئيس الجمهورية. أنا حضرتك كنت قدمت شكوى للسيد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر على إحدى القنوات الفضائية مع الدكتور سعيد حسين نائب عن مجلس الشعب في العاصمة، وجهت شكواية، والسيد وزير التنمية المحلية عرض إجابة الشكوى غلط. طيب حضرتك ارجع بس للكنترول، زملائي هياخدوا البيانات التفصيلية من حضرتك. أستاذ رجب من الأقصر، اتفضل يا أستاذ رجب. السلام عليكم أستاذ رشا. عليكم السلام يا فندم. تحياتي الصراحة للدكتور عبد المنعم. اهلا وسهلا، اتفضل. تحياتي لقناة دريم وتحياتي لجميع العاملين بقناة دريم. الله يخليك، اتفضل يا فندم. انا لست برجل اعمال، وانما انا رجل بسيط احب خدمة هذا البلد واهلها والله. وطالب الرئيس السيسي وبرلمان 2016 نظرة للشباب والصعيد والمدن المهمشة. وخاصة والله وخاصة مركز اسنا محافظة الأقصر. مهمش مهمش مهمش، ومعانا رئيس جمهورية ربنا يبهولنا بطل بطل بطل، معانا جيش، معانا شرطة، معانا قضاء، يا رب يحرس مصر حامي. يعني حضرتك عايز الرئيس يهتم بالشباب والصعيد.
والناس الغلابة. والناس الغلابة. بشكرك يا أستاذ رجب. والحقيقة دكتورة منام، من أسبوع كنت في الأقصر، الحقيقة أصابني حالة من الإحباط الشديد إن ما فيش سياحة في الأقصر. يعني كنت ببص المنظر النيل، المنظر حاجة ما تلاقيهوش في أماكن كتير، لكن تبص للمطار يصيب حالك حالة من الحزن الشديد، من المطار فاضي بطريقة تدعو للأسف الشديد. لكن هرجع لسؤالي يا دكتور فيما يتعلق بالاتساق ما بين الرئيس ومؤسسات بعض مؤسسات الدولة. هو ايه الفرق بين الرئيس ومؤسسات الدولة؟ الرئيس عنده خطابين، عنده خطاب يتحدث انه في مشاكل في هذا البلد، مفيش مكان فيك يا مصر الا وفي مشكلة. الخطاب الثاني خطاب امل، ان احنا عندنا وعندنا قدرات تعبويه، وان صحيح. احنا عملنا حاجات، وانه في انجازات كذا وكذا وكذا. ففي اللي هنا الخطابين محتاجين ان هم يعني يلبسوا يجوا مع بعض، انه الناس تعرف زي مشكله اسنا. الحقيقه عندي بعض الوعي بيها. اسنا على فكره من اقدم بلاد العالم، اسنا وقفط ودندره وعدد من الدول دي، دي موجوده من قبل تاريخ مينا حتى يعني، ويوجد فيها معبد من المعابد القديمة، لكن المدينة كلها كارثية، معنى الكلمة كارثية، فقيرة قذرة، يعني القمامة موجودة، يعني شكل بتكلمي عن حاجة زي كده. والواحد في بلاد كتيرة زارها يقولك في المتحف القومي، تروح في المتحف القومي تلاقي شوية فخار مكسر كده ويقولك ده بقى المتحف القومي. أعرف بعض دول عربية عرضت في هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية تماثيل فرعونية، نتيجة ان الجيوش الفرعونية راحت هناك وعملت بعض الآثار على انها جزء من آثارهم. فهنا يعني اللي عايز اقوله انه عندنا امكانيات كتيرة كلها لا تستغل، ولا يمكن الا انها تستغل من خلال تحرير البلد كلها. بس خلينا في الموضوع اللي هو خاص بوجود خطابين عند الرئيس، العلاقه بينهم احيانا بتبقى مش واضحه. ده اللي انا بقوله، انت بتحتاجي دايما استراتيجيه. المشكلات موجوده وكويس ان احنا نعددها، وكويس نلقي الضوء عليها، وايضا الامل هوب، لكن العلاقه بين الاثنين محتاج واصله. الجهاز الحكومي في الحقيقه مع المدرسه الاولى، ازاي ان البلد دي ما فيهاش فايده، وكويس اللي احنا بناكلكم، وانه الناس رجال الاعمال هينهبوا، وما هم كسبوا قبل كده، وشوفوا انتوا كسبتوا ايه، وكلام من هذا القبيل. يعني يعتمد خطاب الستينيات، المهارات فيه قليله، واحد المعوقات الكبيره لانطلاقه هذا البلد. طبعا الرئيس كلم كذا مرة عن البيروقراطية، واتكلم عن الجهاز الحكومي وإلى آخره، لكن إزاي نخرج من هذا المأزق اللي موجود؟ لا حلول برضه، يعني لا حلول محتاجة يعني طبعا خبراء فيها. إنما هذه المشكلات يعني ساعات بننسى إنه في دول كثيرة في أوروبا الشرقية كانت دول شيوعية، الدولة بتملك كل محل لحمة موجود في البلد، كل محل يعني قص شعر موجود في هذا البلد، كانت دولة كده تحط يقول لك ملحمة يعني فيها لحمة يعني يافطة. فمن جهاز دولة فظيع جدا إلى أنها دول اقتصاد مفتوح ونامية وإلى آخره، بالطريقة اللي نامت بيها بولندا ونامت بيها المجر ونامت بيها تشيكو. هل يقلق حضرتك في كثير من الأحيان أن لا شيء يتحرك في هذا الوطن إلا بالرئيس؟ يعني عشان حاجة تعمل يبقى الرئيس، حتى لما تسأل، لما سألت على المبادرة اللي طرحها الرئيس مع الزميل عمرو أديب، إن هذا اختصاص أصيل لوزارة الشباب أن تفسر ما قاله الرئيس، لأن حصل ارتباك فيما قاله الرئيس أو التباس لدى البعض، لك أصل احنا ما عندناش وزير بالمعنى السياسي، وإن النظام لا يسمح بفكرة الرؤى السياسية أو أن يبقى فيه وزير بالمعنى السياسي. ولكن مش ممكن تبقى وطن ماشي بالرئيس وفقط. طبعا طبعا. يعني هو يعني لما بنقول الرئيس وفقط، هو رئيس وإيه؟ يعني ناخد أكبر بلد في العالم يعني، واللي هي قايمة بنظام جمهوري وفيها رئيس جمهورية، لكن في وقت كيري بس اللي بيتكلم، وفي وقت بيبقى مستشار الأمن القومي اللي بيتكلم، وساعات بيبقى الـ يعني الـ الـ اللي هو مسؤول عن النقل أو الاقتصاد أو غيره. فهنا بيبتدي تخلق شخصيات. طبعا دي تنمو، يعني لازم برضو نعرف ان نمت في اطار الحزب الديمقراطي، في اطار
التربية الحزبية والتنافس الحزبي وإلى آخره، بيبتدي المهنيين والتكنوقراط يعني يبقوا عندهم وجهات نظر سياسية بالإضافة لوجهات النظر التكنوقراطية. لكن النظام لا يسمح، فإذا كنا بنتحدث نقول على النظام أن يسمح يعني لأنه القضية دي طبعا بتحط عبء مهول على الرئيس. صحيح. يعني ده ما يمنعش اللي أنا بقوله أنه أوباما يعني زي ما بيقولوا بيج آيكون في أمريكا أيا كانت يعني الناس تتحفظ عليه أو غيره، إنما راجل أخرج أمريكا من أزمة اقتصادية طاحنة أخذها من حربين لا وفكرة أن يكون يعني في حاجات كتيرة عملها للأمريكان. يعني بحاجة ذكرت أمثلة دكتور، يعني مثلا مستشارة الأمن القومي في أمريكا سوزان رايس تتحدث للإعلام وتتحدث للرأي العام وتشرح وتقول وتجاوب، يعني ما احنا عندنا هذا المنصب ومع ذلك لا نستمع إلى السيدة فايزة أبو النجا في أزمة زي أزمة سد النهضة. يعني يمكن أن تتحدث السيدة وترفع العبء عن الرئيس، لكن هل يسمح النظام السياسي في مصر بوجود هؤلاء المستشارين بحركة داخل المجتمع تسمح بالتعامل مع الإعلام أو مع الرأي العام؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي على عملية يعني بنأمل يعني في افتتاح الدورة البرلمانية انه دلوقتي كل المعوقات المؤسسية المرتبطة بعملية تحديث البلاد اتشالت. يعني انا هستعيد كلمات الرئيس السيسي نفسه لما كان بيقول ده انا يعني لو في اثناء حملته الانتخابية ده انا مش هخليكوا تناموا. انا اخشى ما اخشى ناس كتير بتنام في مصر. فده هو الوقت اللي هو ان الناس تصحى وان الجهاز التنفيذي هو الموتور بتاع حركة البلد. لكن طالما اخبار الموتور ايه يا دكتور؟ نعم اخبار الموتور ايه؟ الموتور موجود يعني شغال في الحدود اللي هو يعني لغاية دلوقتي ما انطلقناش يعني عشان نبقى صراحة، لكن في جهد موجود. احنا دلوقتي بقينا نطمح انه الجهد ده يتحول الى انطلاق، عشان انطلاقه معناها في حاجات بعتبرها سهله نسبيا، يعني الحاجات المتعلقه بتحرير الاقتصاد، المتعلقه ببعض الامور اللي هي التنظيميه، يعني لا يمكن يعني على فكره في ناس بتقول كتير انه الرئيس ما كانش عنده برنامج، مش صحيح، الرئيس له برنامج وموجود وفي بعض الافكار، يعني اعاده تركيب المحافظات المصريه. ده قرار سيادي وبقى عندنا البرلمان، لا يمكن عمله بدون البرلمان. انما لا يمكن ان احنا نمشي بالطريقه اللي جزء كبير من المشاكل اليوميه اللي احنا بنعمل عليها المحليات طبعا، ونقول الموتور شغال ولا مش شغال لانه محدش قادر يشيل الزباله من الشوارع. انما القضيه هي انه في محتاجين اعاده نقبل فكره اعاده تنظيم الدوله وتصنيفها بشكل مختلف يكون اكثر كفاءه. موضوع الصبغة السياسية للإدارات المختلفة الرئيسية في البلاد أيضا مسألة، يعني أما نقعد 60 سنة مش موجودة ونيجي نقول ونمر بثلاث سنين يعني بيننا وبين الفوضى شعرة وبعد كده نبتدي نبني، مش سهلة. يعني طيب أنا هسأل حضرتك سؤال يتعلق بالمجال السياسي في مصر، هناك تساؤلات عديدة مطروحة حول هذا الشأن، بس هناخد اسمح لنا بعض المداخلات. معنا أستاذ أحمد، معنا مين يا جماعة؟ أستاذ أحمد من المنصورة، اتفضل يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أحمد مكاو من السنبلاوين، مقاطعة مركز السنبلاوين. أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. أهلا بحضرتك، أنا في سؤالين لو سمحتي أنا عايز أطرحهم. اولا سؤال لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسؤال الثاني متعلق بسد النهضه. اولا سد النهضه احنا بنتكلم وبنعمل اجتماعات والعمل قائم، وهم استهتروا فينا وخلاص لان هم واخدين سياسه اسرائيليه، يعني سياسه انا بستغرب فيها، لان السد هيتعمل هيخلص سواء بمزاجنا او غصب عننا. ده اللي انا شايفه كمواطن. يعني الحاجه الثانيه، انا بحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا واحنا كلنا بنحبه، فيا ريت يهتم بالعداله الاجتماعيه. يا ريت يهتم بقى بكره يعني ان شاء الله في الخطاب، يا ريت يهتم بالعداله الاجتماعيه. يعني انا اتمنى بان العداله تبقى في مصر، العداله الاجتماعيه في كل حاجه حتى في الوظيفه، مش يبقى بيت كله موظفين وبيت ثاني ما فيش فيه موظفين خالص. يعني مش العداله الفلوس بس، لا في الوظائف كمان.
ملف العدالة الاجتماعية أنت منتظر أن يكون مطروح وبشدة في خطاب الرئيس غدا أمام البرلمان. شكرا. ناخد أستاذ ممدوح من القاهرة. تفضل يا أستاذ ممدوح. أستاذ ممدوح مساء الخير. السلام عليكم. أنا مش هتكلم في مشكلة ولا حصل من رئيس السيسي حاجة. أنا عاوز أتكلم حضرتك عشان حاجة واحدة. أنا عندي 65 سنة وأستاذ جامعي، يمكن اسمي في مهنتي معروف جدا. بس عاوز أقول حاجة. أنا بشكر حضرتك لطريق للبرنامج بتاعك وبحييه. الحاجة التانية بحييك في حاجة. يا ريت الدكتور عبد المنعم سعيد كل أسبوع يقعد يتكلم معانا مع حضرتك ويقول كل اللي جوانا، لأن طريقته احنا شبعنا إعلاميين بطريقة كلامهم، وشبعنا نخبة، وشبعنا ساسة، وشبعنا أعضاء مجلس الشعب. هذا الرجل يتكلم بلغة المثقفين والعامة وبريح قلبنا وكلامه متزن ومحترم. أنحني إليك، أنا عندي 65 سنة وأستاذ جامعي، أنحني لحضرتك وأنحني البرنامج وأنحني لحضور الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد. الله ربنا يكرمك في هذا الاتزان اللي ملوش مرجعية لحب مصر. أشكرك يا فندم. أشكرك أشكرك يا أستاذ ممدوح. معانا مين؟ أستاذ مصطفى. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ رشا، ومساء الخير دكتور عبد المنعم. تفضل يا فندم. في الحقيقة أنا سؤالي ده هيبقى مباشر. دكتور عبد المنعم، أنت في خلال الحديث يعني تطرقت إلى موضوع مهم جدا، هو موضوع المراكز البحثية ورؤية المراكز دي والناس الموجودة هناك. وفي الحقيقة يعني أنا متابعها، وحضرتك متابع جيد لأنك أصلا يعني المجال من تاريخك كله ورئاستك لمركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام. أنا شايف طبعا وأنت كنت واضح جدا وبأسلوبك المهذب الواضح والموضوعي، أن أنت قلت أن هم يعني على الأقل يعني مش محايدين يعني، وفي افتئات شوية. أنا شايف دكتور، وأنت برضو عارف أهمية هذا الموضوع، أن هذه المراكز مؤثرة فعلا، وبالذات تأثيرها، وبالذات لما بيكون في الأزمات والناس اللي بيشتغلوا فيها شخصيات ودارسين وعارفين حل العالم. فأنا شايف أنك حضرتك أخضر بتاريخك وبإمكانياتك، أن ده اقتراح مني، أنا ما أعرفش إذا كان ممكن ولا لا، أن ليه ما يتعملش مؤتمر، ودي كلها معظمها بيدعوا أن هم بيقولوا هو الواقع أن هم NGOs يعني منظمات غير حكومية، وهنا حضرتك برضو ليك هذا النشاط، ليه ما يتعملش مؤتمر ويدعوا كل الأسماء، وخاصة يعني لفت نظري لأن يعني معدل اللهجة والحدة في اللهجة في مخاطبة مصر يعني بشكل رسمي، حتى هم مش رسمي لكن بيخاطبوا رسمي، الخطاب الأخير اللي جاء من ميسا وموجه للسيادة الرئيس نفسه، ومركز طبعا على معظم الأرقام اللي انت حضرتك نفسك قلت انها ما هيش صحيحة قوي. انا بقترح على حضرتك ان دي حاجة ممكن تكون مفيدة جدا، وانت اقدر من وجهة نظر يعني من اقدر الناس على القيام بها. وشكرا. اشكرك يا استاذ ممدوح. استاذ يسري من انا. مساء الخير يا استاذ يسري. مساء الخير يا استاذ رشا. اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء على حضرتك وعلى هذا دكتورنا الكبير استاذ عبد المنعم. اتفضل. الاول يا استاذ رشا، طبعا بالنسبه لمبادره الرئيس اللي حضرتك اتكلمت عليها مع الشباب الالتراس دي، شهاده فشل بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه. اللي احنا حضرتك شايفين ان كده وزير الشباب ده هو تعتبر، انا شايف ان هو حاسس ان هو وزير الاهلي والزمالك فقط لا غير. انا في الصعيد حضرتك ما فيش اي دور لوزاره الشباب والرياضه في الصعيد. انا بناشد الرئيس بالنسبه لخطابه بكره في البرلمان انه يهتم بالصعيد وخاصه الشباب. اقول لحضرتك الشباب في الصعيد يا فندم ما بقيش زي زمان منعزل عن الحياه السياسيه. احنا عارفين ايه اللي بيجرى في البلد، وعارفين ايه اللي بيحصل، وعارفين الشباب المقرب من الرئيس دوت حاسين ان هو يعني كل اللي بيحضروا مؤتمراته وشباب الجامعه الامريكيه وشباب معينين، واحنا كشباب الصعيد مهملين جدا. يعني هل يعقل حضرتك ان برنامج التاهيل اللي خاص بالرئاسه لتولي القيادات يكون اخر سن فيه سن ال 30؟ ملف الشباب. اوكي، ناخد استاذ حسين. مساء الخير يا استاذ حسين. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ رشا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ رشا، ازاي صحتك؟ بوصل تحياتي للدكتور عبد المنعم سعيد. انا بتكلم من اسكندريه، وانا الحقيقه عايز بس اتكلم في موضوع صغير جدا. الحقيقه الموضوع بالنسبه لنا في اسكندريه متعب جدا جدا، عمليه المباني المخالفه
والموضوع بيتفاقم، والموضوع كان بيتأرجح ما بين ان في توقفات للمباني المخالفة وترجع تاني تبني. يعني انا حوالي 3 عماير، انا بتكلم من منطقة سموحة، انا حوالي 3 عماير، المفروض ان دي منطقة حيوية في اسكندرية فيها شركات ومنطقة سكنية وفيها محلات وإلى آخره. انا حوالي 3 عماير بينزل لهم دورين 3 يقعدوا شهر يطلعوا تاني، في وش عمارة تانية ينزل الدورين 3 يطلعوا تاني. البناء المخالف في الاسكندرية واللي موجود الحقيقة في اماكن كتيرة منها القاهرة كمان. للأسف حضرتك، للأسف حضرتك احنا وصلنا شكاوينا لكل الناس. رئيس الحي ليس لدي يا جماعة اي سلطة، رؤساء الاحياء بتتكلم ان ما عندهاش سلطات على الاطلاق ان هي تعمل اي حاجة. دي الفكرة اللي كانت الدكتور عبد المنعم بيشير اليها، فكرة عمل واداء مؤسسات الدولة والمحليات. حضرتك بنتكلم في قطعة ارض تساوي ملايين الجنيهات بتبني النهاردة في شارع حيوي في اسكندرية بدون رخصة على الاطلاق. انا بشكرك الايضاح وبعتذر عشان عندنا يعني الوقت للاسف ناخد، انا بعتذر لكل المداخلات، عارفه ان في عدد من الناس نفسها تتواصل، لكن هاخد اخر تعليق من الاستاذ عبد الفتاح من القاهره. مساء الخير يا استاذ عبد الفتاح. مساء الخير يا استاذ رشا، اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك، وانا مداخلتي هتنبع من ثقافه حضرتك انت برضو. اتفضل. انت عارفه انا اطلب من السيد الرئيس ايه؟ اطلب رعايته لنهضة ثقافية قوية كبيرة. فين مسرح الدولة؟ فين الكتاب؟ فين الثقافة؟ فين الامن الثقافي يا استاذ رشا؟ التلفزيون المصري يحتاج الى رعاية ونهضة، وياخد بايد الاذاعة المصرية لانتاج اعمال فخمة زي ما كنا بنشوف زمان. خلي بال حضرتك الرؤية دي مش بسيطة او مش هايفة، لا، احنا كنا الاذاعة المصرية عملت تنوير للشعب المصري كبير في فترة الستينات. فانا اطلب من سيادة الرئيس نهضة ثقافية كبيرة في الادب، في الثقافة، في الغناء، في المسرح، في كل حاجة. وانا بشكرك على رؤيتك وبرنامجك الجميل يا فندم. اشكرك كمان. شكرا يا استاذ عبد الفتاح. دكتور، هنجاوب على بعض الاسئله، في جزء منها الحقيقه لازم نتوقف امامه. مساله الشباب والاهتمام بقضايا الشباب، ده ملف مطروح وناس كتيره، مش بس الشباب، بعض حتى حكماء هذا الوطن بيدعوا للتعامل مختلف مع هذا الملف عشان التعامل. خليني بس في نقطة عشان موضوع الآثار والمتحدث الأول عن موضوع سد النهضة. أنا عايز أقول إن إحنا لا يوجد لدينا في مصر اعتراض إن أثيوبيا يكون عندها سد النهضة. الاعتراض بتاعنا هو على الطريقة التي تبني بها أثيوبيا سد النهضة. أثيوبيا من أفقر بلاد العالم، من حقها التنمية ومن حق شعبها إنه يتمتع بالكهرباء زي ما إحنا حقنا نتمتع بالكهرباء. إنما لدينا مشكلة مع مسألة إزاي الأمور المتعلقة بملء الخزان، وإحنا علينا نحدد إيه المشاكل بالظبط وتأثيره على الكهرباء بتاعتنا. الأساس يعني في قانون الدولي للأنهار، كل أشكال يعني المنظمات الدولية بتقول إنه طالما إنه في دولة المنبع والمصب بيشتركوا مع بعض في مصلحة مشتركة، لا يجوز انه اي منهم ياخد قرار يتسبب او ياخد قرار منفرد. فدي نقطة مهمة جدا، ان احنا مش ضد السد في اثيوبيا في حد ذاته. نرجع للموضوعات التانية كلها، في الحقيقة هتلاقيها نراجع لموضوع المحليات، لانه موضوع الشباب مش مسار لوحده. موضوع الشباب مسار حوالين ما يقدم للصعيد، سواء ما بنتكلم على إسنا او بنتكلم على، ما فيش غير نادي رياضي واحد من الصعيد كله اللي هو أسوان. وحتى الأندية الصعيد يعني اللي هي الأندية كرة القدم يعني، إنما الاهتمام بالشباب والاهتمام بالصناعة الحقيقة، يعني أنا بتكلم هنا تاني عن برنامج الرئيس، بتكلم بوضوح على إنه هنفتح محافظات الصعيد على البحر الأحمر، وحنربطها بالصادرات التعدينية اللي موجودة في الصحراء الشرقية في مصر، وحنربطها بالسياحة في حلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير وسفاجة وكل المدن الجميلة دي اللي بدأت ولم تنطلق بعد، وإنها لما بيحصل فيها تعشيق مع الصعيد بالإضافة لبعض التنمية الزراعية وإلى غيره سوف ينهض. فإحنا عندنا مشكلة في الحقيقة تبدو كما لو كانت يعني مشكلة خاصة، إنما هي في الحقيقة عامة.
مرتبطة بإزاي إحنا نظرتنا. يقول لك المحليات هي اللي ما بتقدرش تعمل حاجة في المباني المخالفة. مين اللي هيحل مشكلة المباني المخالفة؟ على رئيس الجمهورية يعني يعمل نهضة ثقافية ويشوف المباني المخالفة ويشوف الشباب ما بياخدش اهتمام. يعني في هنا قضايا كثيرة في الحقيقة يعني كلها يعني يبقى كأن إحنا ما عندناش أولويات، ما عندناش الحاجة اللي تخلينا ننطلق الطاقة اللي موجودة دي اللي هي ما تجيش في أساسا إلا إذا اتكلمنا عن تنمية. تنمية معروفة ماشية في أن اتجاه وبأني أولويات إلى آخره. لازم من حاجة معايا ما أقدرش ما أكونش معايا وما أتكلمش في مسألة المجال السياسي أو الأفق السياسي. البعض وحضرتك أكيد يعني ده من التساؤلات اللي بطرحها على حضرتك لما بتسافر برا وتحضر بعض الفعاليات الدولية، يسألوا حضرتك أين هي يعني دعائم الديمقراطية في مصر، أين هي التجربة الديمقراطية في مصر، أين هي المعارضة السياسية في مصر. يعني حتى يضرب لحضرتك المثال أنه في عهد مبارك رغم كل هذا كانت هناك مناخ للتنفس والمعارضة السياسية في مصر. البعض بيرى أن ليس هناك مجال سياسي مفتوح في مصر الآن. والله أنا يعني مش متأكد من هذه النقطة، ولا يعني ما عنديش ما يقول يعني أي واحد في مصر عنده رأي يستطيع أن يقوله يعني، ولو عنده حركة سياسية يستطيع. يعني هنا في جزء بقى معقد شوية مرتبط ببلد لا يزال متخلف عشان استخدم كلمة قاسية يعني شوية بمعنى، وبالتالي الأمر هنا بيندرج زي ما بنقول على الجهاز البيروقراطي، بنتكلم على الأحزاب. احنا مش علينا ان احنا نستخدمها كأنه يعني نوع من العذر ألا نفعل شيئا، لأن كل حاجة في الأصل مش ناضجة بما فيه الكفاية. علينا نسأل السؤال، لماذا أحزابنا ليست كالأحزاب؟ لماذا جماعات المصالح لدينا ليست كجماعات المصالح؟ نأمل أنه هل كان ده السؤال بنسأله زمان، لماذا البرلمان عندنا ليس كالبرلمانات الأخرى؟ فعلينا هنا نسأل هذا السؤال، ما الذي يجعل الحياة السياسية أكثر حيوية؟ وإمتى تبقى أكثر حيوية؟ ما هو الـ 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 هل يوجد أفكار في مصر زائعة غير أفكار الستينيات؟ يعني الكلمة الكلام مثلا على موضوع العدالة، وعايزين عدالة. العدالة معناها إيه؟ التعريف العملي للعدالة في مصر وزيادة مرتبات الموظفين، ده التعريف. لدى البعض الآخر هو إعادة توزيع الدخل، نشوف الجماعة الأغنياء وناخد فلوسهم ونحطهم طبعا. لا بس النهاردة المشاهد اللي اتصل ده كان بيتكلم عن فكرة تكافؤ الفرص، ودي قلب العدالة يعني بشكل أعمق. يعني ال- 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 العدالة أنا بتكلم يعني كلامك مظبوط من ناحية أنه فعلا تكافؤ الفرص دخل في هذا الموضوع، بل هو في أوائل هذا الموضوع. إنما الفكرة العامة لما بننسير هذا الموضوع بتكون مرتبطة بحكاية أنه في إعادة توزيع للدخل في البلاد. حتى ايضا تكافؤ الفرص فيه مشكله. ليه؟ لانه لو افترضنا انه لانه مرتبط ايضا تكافؤ الفرص بمعنى انه الاثنين هيخشوا زي امتحان الثانويه العامه. افترضنا واحد خد دروس خصوصيه وايضا كان في مدرسه لغات، وبعدين قالوا صرفوا عليه ان هم سفروه بره عشان يتعلم انجليزي، وبعدين جه دخل الامتحان، هل الفرص هنا متكافئه؟ يعني في جزء ان الفرص ليست متكافئه بسبب التباين الاجتماعي اللي هو مرتبط بأن التنمية لم تحدث بالشكل الذي يجب أن تحدث عليه. حصل يعني ليس سيئا نطلع من ثورة ونعمل السنة اللي فاتت 2014-2015 4.2% معدل نمو. يعني كان ده لازم يبقى بقى في 2015-2016 يبقى دخلنا على 5.6%. فكده نقول بعد سنتين ثلاثة هنبتدي نتكلم عن 8-9. الواضح انه 2015 و2016 ابتدت الأزمة تستحكم. فمن هنا الأسئلة الخاصة بالعدالة الاجتماعية هي في جوهرها يعني ايه مشكلة التنمية في مصر، ايه مشكلة التنمية كمان السياسية اللي احنا بنتكلم عليها. فاحنا عايزين اقتصادنا يشتغل زي ما بيشتغل اقتصاد العالم، عايزين احزابنا وعايزين جماعات المصالح محافظاتنا والى اخره زي ما بتشتغل في العالم، عشان نقول البلد دي بتتنقل من الحالة مشكلة في النظام ولا المشكلة في التيار المدني؟ اي بلد متخلف بيبقى المسألة احنا ما عندناش حاجة مش موجودة في العالم المتقدم، عندنا برلمان وعندنا أحزاب وعندنا صحف وعندنا تلفزيونات كتيرة وعندنا حاجات كتيرة جدا. هي القضية
ايه المحتوى، ايه المضمون اللي جواها. فهنا بتبتدي بقى ايه الفرق اللي يحصل بيننا وبين الاخرين. وعشان كده ناس زي واخرين يقول لك ايه المؤشرات بتاعتنا في التنميه البشريه، ايه المؤشرات بتاعتنا في التنافسيه، ايه المؤشرات بتاعتنا في الدخول والخروج من السوق، ايه المؤشرات بتاعتنا في الاداء المشروعات. لازم تحطي مسطره تقدري تبتدي تقيسي بيها. انها مصر كويس يعني عندنا شوارع مسفلته وعندنا كذا بس هل قلق على المسار السياسي في مصر ولا مطمئن؟ يعني انا رايي ان احنا لا ينبغي ان احنا يعني يكون عندنا حاله سكون للقلق خالص. لازم نكون قلقانين على بلدنا لانها اولا بتتعرض لمخاطر كثيره لم ينتهي الخطر منها بعد. جربنا انها ممكن انها تنجرف الى يعني وادي سحيق زي ما بيقولوا، ده اباس زي ما بيقولوا في اللغه الانجليزيه. يعني ان احنا لازم نكون قلقين، والقلق ليس عيبا في رأيي. هي المسألة ان الواحد يتحول القلق ده يا اما الى شيء بناء يدعو الى التفكير وازاي نغير الجزيئيات اللي احنا بنشكو منها دي، وان احنا القلق ده يتحول الى شيء فيه شلل يعني يتحلل، ده احنا مش عارفين ومفيش فايدة ومش عارف ايه. بشكرك دكتور عبد المنعم سعيد رئيس المركز الاقليمي للدراسات السياسية، نورتنا النهاردة. في شعبية جريفة الحقيقة دكتور، الناس عايزة حاجة تطلع على الفضائية طول الوقت. نورتنا يا دكتور. وهسيبكم مع تقرير عشان ارجع بعده لحالات من الحالات اللي انا بهتم بيها جدا وبشوف ان هم عندهم طاقة امل ومفهوم حقيقي لفكرة صناعة الامل. الفرقة الفنية اللي معانا النهاردة بتحمل قدر كبير جدا من الامل والاصرار. هنكون معانا بعد الفاصل، لكن هسيبكم مع تقرير الحمد لله مسامحة ما سابنيش كده ورحل، هو مش سايبني تقارير كتيرة تنفع في كل المناسبات. حاضر معانا بشغله وباجتهاده تقرير الزميل محمد سماحة عن عيد الحب، اللي بعض الشيوخ النهاردة شايفين ان احنا ما نحتفلش بعيد الحب وما نعملش وزارة للسعادة، مش عارفة مقفلينها ليه. الناس محتاجين تفرح شوية ويبقى في مناسبة الناس في عيد الحب تقول لبعضها كل سنة وانت طيب.